قوانين، لا مجلس النواب خرق الدستور كذا مرة، والكتل السياسية تلتف على الدستور عمدا وزورا وبهتانا وأمام الجميع من أجل تحقيق بعض المكاسب. ولكن ما يحصل الآن هو أنه والله المادة 41 تفرض علينا، أهلا وسهلا، مادة 41 أكو غيرها مواد أخرى تتعلق بمعيشة العراقيين، تتعلق بحياة العراقيين، لماذا لا نذهب إلى تشريع القوانين التي تهم حياة الناس ومعيشتهم؟ ليش هذا القانون الآن؟ قانون لك أيضا ينظم حياة الناس، أيضا ينظم حياة الناس، بس وين المشكلة اللي رح يعالجها؟ أكو عندنا أزمة إحنا تتعلق بهذا القانون برزت، والآن دنجي نعالجها بحيث أزمة مستعجلة لازم يشرع القانون الآن؟ عزيزي ماكو هيك، من سنوات هو موجود وعلى اعتراض. عندنا أزمة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز، بس هذا القانون صار لمن 2003 اللي هسه مركن، وهو قانون أيضا قديم، أي مركن، ما حد يجيبه بالطاري. ليش؟ ماكو توافق عليه، بينما هذا القانون، هذا التعديل من يمرر بصفقة، قانون العفو مقابلة كذا، قانون مقابلة، وهذا القانون كله في سلة واحدة اتفقت الكتل اللي موجودة داخل مجلس النواب، فبالتالي يمرر. يعني هي هذه القصة مو لأنه التعديل ضروري لمعالجة أزمة اجتماعية موجودة. والله ذاك يوم أحد النواب أنا كنت في لقاء وياه، وهو شخص محترم، يقول إحنا نريد نعالج حالات الطلاق الكثيرة. عزيزي، حالات الطلاق الكثيرة مو بسبب قانون الأحوال الشخصية، لا، حالات الطلاق الكثيرة بسبب تردي المستوى المعيشي، بسبب تدني الحالة العلمية في البلد، بسبب تفشي المخدرات، بسبب تفشي الجريمة. فبالتالي خلي نروح لمعالجة قوانين تعالج هذه الظواهر، هذه الأسباب التي تخلق أزمات اجتماعية. من الخطر الذي يشكله هذا التعديل؟ الخطر أيه؟ بأنه يعني على المستوى المتوسط والبعيد سيكرس الانقسام الطائفي في المجتمع. يعني مجرد أنه تجي تفكر أنه شيعي يريد يتزوج سني على أي مذهب راح يتزوج، أو سني سيتزوج من شيعي على أي مذهب راح يتزوج، خوش، هو يريد يطبق، يريد على الحن ويتريد على الجعفر، شلون راح يتفاهمون على مذهب يعني الزوج؟ على مذهب الزوج. إذن هو الزوجة هاي خلاص يعني تنتهي حالة. هذا موجود بدول مجاورة، هذه نقطة خلاف، شوف المعاناة فيها.